اهلا وسهلا بكم في اول حلقه معانا مع الدكتور محمد العزومي، كليه التجاره جامعه اسكندريه. اهلا بك يا دكتور، اهلا بحضرتك، اهلا منور بيك، الحلقه. نورك والله. الحلقه اول حلقه معانا في الشعر. هنرحب بالدكتور يعرف بنفسه، اتفضل. بسم الله، انا معيد في كليه التجاره جامعه اسكندريه، تخصصي محاسبه، بس من ضمن الهوايات عندي انا بحب هوايه الشعر جدا، قراءه ايوه الشعر وكتابه الشعر. يعني يمكن بدات الهوايه شويه من فتره الثانوي، زادت معايا اكتر لما دخلت الجامعه مع الكليه وكده، تمام جو جديد وحياة جديدة، فزادت معايا موهبة الشعر وكده، فبعمل محاولات شعرية يعني بقالي فترة كبيرة يعني. تمام طيب يا دكتور، حضرتك ليك ديوان كاتبه او مسجله قبل كده؟ والله أنا لحد دلوقتي كتبت حوالي ديوانين، الديوان الأول اسمه لك عمري، تمام والديوان الثاني اسمه يوما سنلتقي. تمام بس كطباعة ونشر لحد الآن لا، يعني حاجات منهم نزلتها إلكتروني يعني على طريق الفيس والنت وكده، تمام ولكن كطباعة بيبر أو كده أو دار نشر لا، لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجة كده. يعني دي تطلعات ان شاء الله تكون في المستقبل يعني. تمام يا دكتور، حضرتك بدأت هواية الشعر امتى؟ بدأت هواية الشعر من نهايات الإعدادي وبداية الثانوي. تمام بس الأمور زادت معايا شوية لما دخلت الجامعة، كتبت كتير فيه يعني بقى. لحد الآن يعني مع مرور الوقت بنصقل الموهبة عن طريق القراية مثلا وعن طريق متابعة مثلا الشعراء سواء القدام أو الجداد. فبدأت الأمور تتحسن معايا مع مرور الوقت يعني، وصلت لمرحلة الحمد لله كويسة كتير يعني. الحمد لله. طب الشعراء يا دكتور اللي بدأت تحبوا تقرأ ليهم مين؟ يعني لو هناخد تسلسل كده من القديم للجديد، منهم عنترة بن شداد، تمام زي ما قال مثلا: خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت. حضرتك تميل للرومانسية بقى؟ كتير. تمام وشاعر تاني زي المتنبي، تمام أحمد شوقي، من العصر الحديث أستاذ فاروق جويدة، لما قال برضو في ديوان حبيبتي لا ترحلي، تمام من قال حاجة مميزة جدا في الديوان ده يعني. قال لها: العطر عطرك والمكان هو المكان، تمام ولكن شيئا تكسر بيننا، لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان. ما شاء الله. حضرتك الدكتور ليك متابعين، يعني انا لما اعلنت مع الدكتور محمد العزوم معانا بنات كتير قوي استغربت ان هو بيقول شعر، ده مفاجأة. يعني حضرتك ما نزلتش ليك ديوان قبل حتى على الفيس او والله بننزل اي حاجة؟ مقتطفات من قصائد يعني، ايوه بس يعني ليا اصدقاء كتير يعني عن طريق طلبتنا اللي بندرس لهم في الكليه كده، تمام اجيال كتير اتخرجت، هم دلوقتي اصحابنا يعني، فممكن بيتابعوا بعض الحاجات دي يعني، بس ممكن يكون لسه ايه ما وصلتش لمرحله الاحتراف يعني. تمام ان شاء الله توصل لها. طب سلام. حضرتك في ديوان مسجله؟ انا ليا ديوانين تمام. بس الاثنين لسه ما عملناش اي عمليه طباعه او نشر ليهم يعني. طب ممكن نسمع حاجة منهم؟ نسمع حاجه. تمام اتفضل. جزء من ديوان لك عمري، تمام قصيده بعنوان وسط الصبايا. اتفضل. وسط الصبايا ملاكنتي، والوسط قالوا نحيل، والسواد اللي في عيونك يحكي عنه ألف ليل، والورود اللي في خدودك بدر نور ألف ميل، إن قالوا احكي هواها ما يكف العمر الطويل، قالوا مش زمان دي هي، قلت لا دي جاية من الزمن الجميل. ما شاء الله. تسلمي. طيب يا دكتور، حضرتك تابعت عنتر ابن شداد؟ يعني بعض الحاجات القراءات ليه يعني، تمام. فيعتبر برضو شعر جاهلي، ولكن في بعض الحاجات قالها يعني تعتبر مناسبة للعصر اللي احنا طبعا موجودين فيه عنتر ابن شداد ده لينا كلنا. يعني، من أساطير العالم في الرومانسية يعني. تمام، ممكن نسمع حاجة بسيطة؟ هو في بيت مميز جدا جدا يعني، كتير اتفضل. من الشباب بيحبوه يعني، اللي هو: خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت. تمام يعني هو قلبه أشد من الحديد، حتى لو الحديد بلى يعني أو تم إفناؤه يعني هو لأ ايوه يعني، ده إن هو كان فارس وشجاع يعني. تمام. طب حضرتك هتسمعنا ايه تاني؟ في قصيدة تانية بعنوان لو قالوا. اتفضل. لو قالوا إنك نسيتي قول نسيتي ما تخافيش، لو قالوا لك لسه فاكر قولي مش قادر يعيش، لو قالوا لك هو فارق قولي لسه في هوايا غارق، اللي يعيش يومين معايا طول العمر ما ينسانيش، ده اللي يعيش يومين معايا طول العمر ما ينسانيش. ما شاء الله يا دكتور. تسلمي. دي طب ايه اقرب قصيدة لقلبك؟ والله ممكن في 3 أو 4 قصايد قريبين جدا تمام لقلبي يعني،
منهم قصيدة كنت كتبتها من فترة قريبة، يعني هي يوم سلم علي هواك. تفضل. كل ما أشوف الناس بشوفك، والله القلب ما يوم نساك، حتى عينيا بتفكرني يوم سلم علي هواك، والبال اللي لسه فاكر يوم زمان عشته معاك، والحنين دايما يجيلنا يفوت علينا في المساء، حتى الدمع اللي في عينينا نهر سايل من البكاء، والقلب اللي لسه عايش يعزف لك لحن الوفاء. تمام. طيب يا دكتور، بما ان احنا شم النسيم كل سنه وانتم طيبين، وطبعا ما فيش خروج بكره كله في البلكونات بقى، ما ننزلش عشان خاطر نساعد الدوله ونساعد الجيش ونساعد الشرطه، اللي احنا ما ننزلش من بيوتنا، ما فيش حاجه كده للربيع ولا مش محدد؟ في حاجه عن الربيع. كل سنه وحضرتك طيب. هي حاجه وحضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين بخير. تفضل. في حاجه عن الربيع كده، يعني عن موقف يعني ممكن يكون ايه حصل يعني، فانا حكيت. تفضل. بيقول كان الربيع لما التقينا والحنين باين عليكي، تمام، والسلام من ايدي قالك الف سلام من قلبي ليكي، والطريق اللي عليه مشينا كل حاجه بتناديكي، حتى البدر اللي في سمانا نوره طالع منه ليكي، وانقالوا في زيك والله الدنيا ما تسويكي. تمام، ما شاء الله يا دكتور. طب دلوقتي انا احب اسمع منك اختيار منك انت. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الدكتور محمد العزومي. اتفضل يا دكتور، فاصل ونرجع تاني. سلام. ورجعنا تاني مع الدكتور محمد العزومي، واهلا بك يا دكتور. أهلا مره ثانيه. اهلا بيك يا استاذ المشاهدين. طيب يا دكتور، ايه الشخصيات اللي اثرت على حضرتك؟ في اربع شخصيات اثروا في حياتي بشكل كبير جدا. تمام. والدي رحمه الله عليه، وده جانب الصبر والذكاء جدا وتحمل المشقه بكل انواعها. خالي رحمه الله عليه، عمق التفكير وذكي جدا. عندي اثنين من اساتذتي اللي درسوني في مرحله الاعدادي، استاذ كحلاوي وموسى، ده سبب الاساسي حبي للغه العربيه والشعر. تمام. واستاذ طارق، حبي للتفوق عموما، يعني ده اللي ربنا كرمني وكملت معيد في الجامعه يعني. ما شاء الله. تسلمي. طيب هتسمعني ايه يا دكتور؟ في قصيده انا بعتز فيها جدا. اتفضل. عنوانها غريب شويه يعني، بس نهايتها ان شاء الله تكون كويسه يعني. ان شاء الله. قصيده عنوانها اكرهيني. اتفضل. هتكرهيني، هتكرهيني باقتناع، وهيجي يوم وتقولي لي هي دي لحظه وداع، وقتي معاك انتهى، وقت ايه اللي انتهى؟ هو احنا كنا في اجتماع؟ ايوه شرق وطبع صعب، ممكن اقول لك قصتنا في كلمتين؟ اول حاجه بغير بزياده، بس زيادة شويتين، تاني حاجة تلبس على الموضة، أيوة موافق، بس واسع حبتين، وتقولي لي هبات برا عند صحابي أو قرايبي يدوب يومين، أقولك لأ حتى لو كان يدوب ساعتين، ولو مرة اتعصبت عليكي يكون ردك دمعتين، والحياء اللي في عينيكي ده الجمال بزيادة فيكي، والهدوء اللي في كلامك حاجة حلوة برضو ليكي. قالت ازاي تقول هكرهك باقتناع، وازاي تساوي اللي اشترى باللي باع، قلت راجل ليكي مش عليكي، بس بسأل الرجولة راحت فين، ردت قالت الرجولة هي انت في كلمتين. ما شاء الله يا دكتور، منور يا دكتور. نورك. طيب الله. حضرتك بتحب الشعر بالعامه اكتر ولا بالفصحى؟ والله انا كتبت في اللونين، كتبت كتير جدا في العامه، بس ممكن عشان الجيل الحالي بيوصلوا اسرع. تمام. اللي هو باللهجه العاميه يعني، تفضل السرعه. يعني بنتواصل بيه مع الناس اسهل واسرع يعني. تمام. وكتبت شعر في الفصحى برضو. بس ممكن ايه بلهجه سهله شويه تناسب الجيل اللي موجود دلوقتي يعني. تمام، المهم ان الفكره توصل. تمام كده. طب مظبوط. اتفضل حضرتك. ممكن نقول حاجه فصحى يعني. اتفضل. في حاجه فصحى بعنوان عراف، دي كنت كاتبها فتره قريبه يعني. تمام. عرافا عرافا اقرا فنجانا عرافا ولكف يديك، عرافا جئت اشكيلك اشكو منك واليك، عرافا اقرا فنجانا لامس بالامس شفتيك، عرافا أعلم بهواك سلي مولاتي عينيك، عرافا اسمي محفور في جبينك بين رئتيك،
عرافا أغرق في هواك من رأسك حتى قدميك، فمن أنت؟ شرقية أنت سيدتي والبدر يغازل عينيك، والشمس حين تطالعنا فلتشرق من بين يديك، والموج السائر يسألني مشتاقا وليهف إليك، جاء إليك ليسلم على رأسك حتى قدميك. الموج والبدر يغازلك، ينسون ولست أنساك، النساء أنت ولا غيرك، لم يلدنا النساء سواك. ما شاء الله يا دكتور، جميل قوي. طب في موهبة عند الأطفال الشعر، ما فكرتش تكتب شعر كده توصل للأطفال؟ والله هم بالنسبة للأطفال شوية حاجة عمي تكون لعبة بسيطة كده. بسيطة، بس للأسف والله ما كتبتش حاجة يعني متعلقة بالأطفال أو كده يعني. طيب إن شاء الله تكتب. الله يخليك. في أطفال كتير عندهم موهبة الشعر أصلاً. بيحبوها جدا، بس عن طريق القراية وكده بتتنمى وبتبقى حاجة كويسة جدا يعني. طب إحنا عملنا وجه المرأة، مفيش شعر تاني يكون خفيف فكرت فيه، اللي هي بتبقى فكرة زي دعابة أو أي حاجة، مش شرط المرأة؟ والله هو الشعر عموما يعني اللي انا بفكر فيه في الاساس هو قايم على الرومانسيه يعني، فلازم بدأنا بعنتر ابن شداد. هو لازم يكون في حد معين يعني موجود في موقف معين في حاجه معينه عشان نقدر نقول قصيده وكده يعني. طب هتسمعنا ايه يا دكتور تاني؟ والله كان عندي قصيده طويله شويه بعنوان محكمه. تمام، ممكن نسمع منها. هي بتحكي قصه يعني ايه زي شبه قصه حقيقيه يعني. تمام. بتحكي قصة كاملة يعني بأحداث حصلت يعني، بس يعني رومانسية شوية ومعظم أحداثها ممكن تكون حقيقية يعني. طيب اتفضل. محكمة. نادى المنادي محكمة، وقف الجميع ولكني لم أرى سواها. دخل القاضي المحكمة، مزق فؤادي خوف يملأ عيناها. قلت أشكوها إليك يا قاض، وأشكو إليك عمها وخالها وأخاها. قلت أشكوها إليك يا قاض، وأشكو إليك أختها وزوج أختها وحماها. قلت أشكوها إليك هي أيضا، لأنها استسلمت وسلمت لقضاها. هؤلاء الرجال قرروا، والنساء قلنا هذا من خطاياها. قالت يا قاض، هذا الرجل أحببته حتى النار إن كانت معه أهواها. يا قاض كن عادلا، هو الأمان، هو دنيتي أرضها وسماها. يا قاض كن عادلا، فلي روح بين ضلوعه سكناها. صفق الحضور لما سمعوا كلماتها، كلمات لست أنساها. قال القاضي محكمة، معنا أدلة نبحث في خباياها. رفعت الجلسة للمداولة، ثم حكمت في ثلاث من قضاياها. الأولى حبس أختها وعمها وخالها وحماها، والثانية حبسي أنا لأني قلت استسلمت ولكنها ما سلمت لقضاها، والثالثة قالت يا قاض سامحتهم. فحكم ببراءتنا، فالرحمة شيء من مزاياها، والثالثة حبسي أنا لأني قلت استسلمت ولكنها ما سلمت لقضاها، والثالثة حكم بمأزون وشهود وعقد آخر العمر منتهاها. ما شاء الله، جميلة أوي. أسلمت.
طيب يا دكتور، عايزين نسمع حاجة بسيطة برضو. بعد معانا اتصال، اتفضل اسمع. اتفضل. معانا اتصال، اتفضلي يا إيمان، معاكي. ألو، مساء الخير يا نيرفو. مساء النور يا إيمان، ازيك؟ حبيبتي منورة الدنيا، ومساء الخير على ضيفك الكريم. بنورك يا قلبي. بصي، الشعر بسيط وحلو قوي، ويعني واصل، وعايزة أقول له أجمل حاجة إن هو مستخدم كلمات بسيطة، مفردات سهلة قوي إن كل الناس تتفهمها. إن شاء الله ربنا تمام. يوفقه. أنتي منورة الدنيا، بنورك يا إيمان. مبروك عليكي القناة، ومبروك على القناة أنتي. يا رب ميرسي يا دايما يا إيمان. حبيبتي متوفقة وممتازة وجميلة في كل حالاتك وكل شغلك، حبيبتي يا إيمان. وبس كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة يا إيمان. مع حضرتك يا دكتور، عايزين بقى حاجة بسيطة نسمعها كده. هو ممكن حاجة نقول يعني حاجة مقتطفات تمام للشعراء اللي هم المشهورين اللي أنا يعني بقرا لهم كتير وبحبهم جدا تمام يعني. طب معلش يا دكتور، اتفضلي سوري. تحت أمرك. معانا رندة، اتفضلي رندة، أيوة لو سمحتي وطي بس التلفزيون واسمعينا من الموبايل، اتفضلي. انا والله كنت عايزه اقول بس ان انا بحب الدكتور قوي ده بسبب اختي، يعني هي عندي في الكليه، انا مش كليه تجاره خالص، تمام بس هي يعني دايما جميل. متابعاه وكده، ودلوقتي كمان خلتني اصل النت عشان اقعد اسمعه معاك. كانت مفاجأة تسلمي صح؟ والله، تسلمي والله. ما لسه اول مره اعرف يعني ان هو طلع على التلفزيون، هي اللي قالت لي. تسلمي والله، كتير تسلمي. اتفاجئوا يا دكتور ان حضرتك بتقول شعر. يعني ممكن بس مش منتشر، او مثلا ما مثلتش فيه الاحتراف يعني. معانا يا رندا، ايوه مع حضرتك. طيب اتفضلي كملي. بس انا كنت تابعته بصراحه بسبب اختي، هي عنده في رابعه كليه اسمها ريهام، تسلمي هو والله. عارفها اهلا يعني. اهلا بيكي، واهلا بريهام، اهلا بيكي. تلفزيون يا رندا. ربنا يخليك. ميرسي يا رندا، تشرفتينا، شكرا باتصالك. مع حضرتك يا دكتور، اتفضل. في شعراء مثلا زي المتنبي يعني، تمام قال 200 شعر بيقول عليهم ايه، ابيات الشعر اللي قتلت صاحبها يعني، تمام كان سبب اتفضل. وفاته طلع عليه قطاع طرق. لما قال 200 الشعر دول عرفوا اللي هو المتنبي يعني، سرقوه للاسف يعني، قتلوه يعني. تمام اتفضل. كان بيقول فيهم: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي، تمام واسمعت كلماتي من به صمم، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني عاوز يقول في المجمل ان هو فارس وفي نفس الوقت شاعر يعني. ما شاء الله، تمام ده كان المتنبي يعني. كان اتفضل. الشاعر العظيم احمد شوقي من في اخر 100 سنه كان بيقول: وسال مصر، هل سال القلب عنها، ام آسى جرحه الزمان المؤسي. برضو من الابيات الحلوه اللي كان بيقولها يعني: وطني، بتكلم عن مصر وقتها، تمام. وطني إن شغلت بالخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي. وده اللي سألت حضرتك في من كام دقيقة. ممكن نقول شعر نوجهه لشيء تاني. هو يعني هو كان نسمع دي جميلة. هو كان كاتب لمصر، يعني بيقول لو حتى في الجنة برضه هيبقى نفسه طواقة لمصر، يعني بتحب مصر يعني. تمام. وبرضه شعراء كتير من العظماء. في شاعر أنا كنت بقرأ له لما كنا طلبة في الكلية، أنا كنت طالب في كلية التجارة، أيوة وكان دكتور. معانا طالب في كلية صيدلة، كان أول إصدار ديوان ليه، كان انا متذكر كان اسمه همس الندى. تمام. كان قال 200 شعر يعني وقتها، واحنا قاعدين في مره مع بعض يعني، حفظتهم وقتها يعني. تمام. قال: كبريائي مقتضاها ان حبي لم تمام. يصل يوما الى حد العباده، ليس معنى اني اعلنت حبي ان اعيش العمر مسلوب الاراده. كان تمام. الشاعر اسمه ربيع السايح يعني. تمام. ما يعتبر من الجيل الجديد، بس حاجة ممتازة جدا يعني. ما شاء الله يا دكتور. من العظماء طبعا الجيل الحالي في الشعر الأستاذ هشام الجخ. طبعا. أنا بحب أتابعه جدا جدا. كلنا بنحبه. جدا جدا يعني، هو يعتبر من عباقرة الجيل اللي موجود حاليا يعني. تمام. من شباب الشعراء العباقرة يعني، يعتبر أستاذنا كلنا يعني. اتفضل. برضه كان في مسابقة أمير الشعراء اللي كانت موجودة في الخليج بره مصر، أنا أيوة. برضه كنت بتابع له وقت الثورة وكده، كان بيقول حاجات كويسة جدا جدا يعني. طيب اتفضل يا دكتور. من كتير بقى بنحاول نتابع الشعر القديم والشعر الحديث، بحيث نطلع بحاجة مثلا فكرة ممكن توصل للجيل اللي موجود حاليا يعني. تمام. اللي احنا الجيل عايزين فكرة سريعة توصل له، ويكون الهدف برضه واحد بين الشعراء القدام، ونسمع من حضرتك بقى حاجة بسيطة كده ليهم. والله في اللهم صل على محمد عليه الصلاة حاجات كتير، والسلام.
ولكن بس حابب يعني اوجه كلمه صغيره يعني ممكن اتفضل يا دكتور. للشباب يعني اتفضل. هي حته صغيره بس، كنت طلعت قبل كده شرم الشيخ، تمام. كان في مؤتمر موجود هناك، احنا تقريبا مصريين ما كناش بنقرا. أيوه. الاجانب حتى في وقت الريست بتاعهم لازم يكون ماسك حاجه في ايديه وبيقرا، يعني ممكن لو نساله تمام. عن بعض المعالم في مصر ممكن يقدر يعرف معلومات عنها اكتر مننا شويه. تمام. حتى ربنا سبحانه وتعالى اول ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا، يعني ما قالوش ولا الصوم ولا الصلاه ولا الزكاه ولا الحج، باعتبار ان الحاجات دي هتتقال وهيبقى مفرغ منها والناس هتعملها. تمام. ولكن اول حاجه قال له هي اقرا. اي حاجه في العالم بتتعمل على اساس قرايه وعلم بتتعمل صح. تمام. لو ما اتعملتش على اساس علم للاسف مش بتبقى صح. عاوز تعمل صناعه يبقى لازم على اساس العلم، عاوز تعمل تعليم على اساس العلم، عاوز تعمل تبني مصنع على اساس العلم، هتعمل في مجال الزراعه على اساس العلم، النشاط الخدمي، نشاط الدعايه، اي نشاط ايا كان العلم. اساسه العلم. تمام. بدايته كلمه اقرا يعني. فلو الشباب شويه الوقت اللي احنا بنقضيه كتير جدا على الفيس، لو خلينا بس منه ساعه نقرا يعني، ممكن نقرا في السياسه، نقرا حضرتك حق. مثلا في الفن نقرا شعر مثلا، هيبقى عقليات، هنكون عقليات احسن كتير يعني. تمام يا دكتور، استمتعت مع حضرتك في الحلقه وشرفتنا. استشرف لي والله. ميرسي يا دكتور، يا رب تكون الحلقه عجبتكم من الدكتور محمد العزومي. ان شاء الله تابعونا الحلقات الجايه باذن الله. لو مهتمه ببشرتك ومهتمه بشعرك هيكون معانا وصفات على الهواء مباشر مع نيرفانا. تابعونا على الفيسبوك نيرفانا كاستر وعلى جروب حكاوي بنات، ان شاء الله وصفاتنا هتعجبكم. ولو اي حد حابب يطلع معانا سواء ميك اب ارتست او عندك موهبه او حتى بتعرفي تطبخي، تابعينا من صالون نيرفانا. شكرا.